دكتور اسمه دكتور ماجد شكري. هذا الدكتور دكتور يعني مر بأزمة صحية شديدة جدا جعلته قعيد منذ 8 سنوات، ومع ذلك لم ييأس للمرض واستمر في علاج مرضاه، وهو دكتور خبير في أمراض النساء. الغريب في الموضوع أن ذاع صيته جدا بين المرضى، ليس فقط في مصر لكن في العالم العربي كله، وبقى بيجي له مرضى من كافة أنحاء العالم. الأغرب من كده أنه فتح حياته لأهل الخير، يعني أي حد عاوز يجي ويعمل عملية يعملها له بدون مقابل. والأغرب من كده أن حجم الإقبال عليه كتير جدا، رغم أنه هو بيجري العمليات الجراحية بتاعته وهو على كرسي متحرك. الأهم أن ابنه قرر كمان يكمل مسيرة أبوه ويشتغل برضه وكمان في الخير، وقرر أنه يكمل في نفس مجال الطب، وبقى الأب والابن بيشتغلوا مع بعض. جينا اسكندرية مخصوص وسط شعب اسكندرية الجميل عشان خاطر نقول له كتر خيرك ونشد على دي، تعالوا نزوره ونسلم عليه. احنا دلوقتي رايحين العيادة بتاعت الدكتور ماجد اسكندرية، وهو ده مدخل العمارة بتاعته. مش الدكتور ماجد فوق هنا؟ السلام عليكم. اهو ده اللوحة بتاعته، دكتور ماجد شكري الدور الاول. فيعني يا جماعة سلم بسيط. احنا جينا كده العيادة على فجأة. مساء الخير جميعا، احنا اسفين الازعاج حضراتكم، احنا اسفين جدا. دكتور ماجد ازاي حضرتك؟ ازاي صح؟ الحمد لله. انا جاي مخصوص من القاهرة، مش عارف اقول لك ايه يعني، عشان اسلم عليك. ما استاهلش يعني. استاهل اكتر بكتير. الله يخليك. فايه رايك وانت مكانك كده انا هجيب الكرسي ده وهقعد معاك نجري الحوار، ايه رايك؟ دكتور ماجد، اولا انا فخور ان عندنا عالم كبير زي حضرتك، وفخور ان يعني صيتك زاع لمصر وبره مصر، وفخور انك كانسان بقى قاومت المرض وقدرت تحقق ذاتك وتثبت ذاتك وتجري كمان جراحات. احكي لي بقى الحكايه من اولها. وانا اتخرجت سنة 80 من كلية الطب، وربنا سمح ان انا اسافر برا سنة 83، اسيب اسكندرية يعني واسافر برا ادرس، وقعدت 3 سنين في افريقيا مبعوث من في الصندوق الفني الافريقي عشان نساعد الناس هناك. فتعلمت حاجات حلوة قوي في 3 سنين في افريقيا، والحاجات اللي هي ازاي الواحد ممكن يعني الناس الفقراء دي الواحد ممكن يديها علاج وبيحسوا ان احنا يعني عملنا حاجة كبيرة قوي. وبعدين غيرت بقى البتاع عشان اروح ادرس وبتاع، فروحت درست في فرنسا، قعدت هناك بقى حوالي 5-6 سنين، وبعدين قررنا ان احنا نرجع انا ومراتي واولادي، وجينا هنا سنة 91 وابتديت استقر بقى ان انا بقى دكتور هنا وبس. والحمد لله يعني كنت كويس. انا جالي المرض بتاعي جه سنة 87 حاجة اسمها مالتيبل سكليروسيس، اللي هو ال تصلب الأعصاب المتناثر، وده مرض مناعي جالي سنة 87 أثر فيها شوية، وبعدين في فرنسا شخصوه، وأنا كنت عايش هناك ودكتور هناك كنت بشتغل، وشخصوه في فرنسا وقالوا لي يعني شوف أنت عايز إيه وبتاع ومش عارف إيه، عايز تكمل في اللي أنت فيه ولا تحب تغير مجالك؟ فقلت لهم أنا ما عنديش أي تفكير إن أنا أغير النساء والولادة. قعدت حوالي 20 سنة بالمرض وباخد أدوية معينة عشان الدوز. لا 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 خالص. كرسي ابتدى من 12 سنة بالظبط. يعني جالي بقى حاجة اسمها سكندري بروجريسيف، يعني ابتدى يقوم جامد قوي وابتدى يشيل رجلية قوي ومش قادر رجلية، لكن ساب لي إيديا وساب لي عينيا وساب لي مخي، لأن كان ممكن عينيا تتأثر وإيديا تتأثر، فده اللي شجعني إن أنا أكمل. هل فكرت في لحظة في اعتزال الطب؟ الحقيقة طبعا ده سؤال كويس. أنا فكرت أعمل حاجة، لكن الحقيقة كان في اتجاهات كتير قوي، الطب دلوقتي بقى تخصصات كتير قوي، فمش لازم أعمل اللي كنت بعمله في الشقاوة بتاعت زمان العمليات الكبيرة وكده، لكن ممكن ألاقي مجال تاني، وده المجال الحقيقة اللي حبيته قوي في الآخر خالص، إن أشتغل في الإخصاب المجهري والحاجات دي اللي هي الحقيقة مش بتحتاج مجهود جامد، لكن محتاجة
واحد يكون دارس كويس. فيعني من ضمن الحاجات اللي درستها كويس في فرنسا سنة 88 أنا اتعلمت هناك كويس قوي في أحسن مستشفيات وبتاع، ولما جيت هنا قدرت أخش مع جروب. هل المرضى بتوع حضرتك لما لقوك يعني تحولت وبقيت على كرسي متحرك ترجعوا بدأوا بعضهم يجيش ترددوا ولا استمروا كما هم وتجريهم برضو العمليات عادي وكانوا مطمئنين؟ والغريب أنهم استمروا. واضح ان حضرتك دكتور شاطر. لا يعني بحب المهنه بس بحب المهنه بلاش. انا اللي اندهشتله اكتر ان كمان انت مش بس زائر صيد في مصر، انت زائر صيد بره مصر، انت بيجي لك مرضى من بره مصر، فده معنى كده ان حضرتك ما شاء الله عالم كبير يعني. وكلمه عالم دي مفيش حد عالم خالص، هو يعني الحمد لله يعني في ناس بتيجي لان هم يعني بيثقوا فيا، وكان عندي زباين هناك وقالوا لبعض، يعني مثلا ناس كتير من امريكا بتيجي تعمل عندنا العمليات بتاعت الأطفال النبيب والإخصاب مجهري والحاجات دي، نتائجنا هنا كويسة وإحنا هنا بترب الفلوس بالنسبة للدولار يعني. فطبعا بيجوا وهو ده يعني حاجة بقى، هو ربنا اللي بيعمل كده مش أنا. أنا بالله في اللحظات دي الشعور بيبقى شكله إيه؟ يعني ده طبيب وكرس حياته كلها لخدمة البشرية والإنسانية. هو طبعا ساعات الواحد يقوله يعني كفاية كده، لكن تحس إن في ناس محتاجة لك وتلاقي نجاح، وتلاقي واحد كان فعلا تعبان قوي وربنا كرمه، وبتبقى انت احد الاسباب في الحته دي. اصعب جراحه عملتها بقى الفتره اللي فاتت بعد الظروف دي؟ يعني الجراحات اللي بعملها حاجات كلها وانا قاعد، والولادات الطبيعي طبعا بعشقها، ويبقى معي طبعا مساعدين بيساعدوني كويس وخلاص. برضو جانب الخير في حياتك، اما انا ذاكرتك قبل ما اجيلك يعني، ما جانب خير كبير فتح حياتك للناس الغير قادرين بتعالجهم ببلاش، ايه فلسفتك؟ وفي اخرين ممكن يكونوا لما يبقى الكشف ناقص جنيه بيرفضوا ياخدوا المريض. هو الحقيقه دي رساله يعني، المفروض يعني حسيت كده يعني، ما اعرفش الناس دي ملهاش ذنب، والطب غالي قوي وكل واحد له يعني ربنا مديله علشان يدي، هو يعني هنكوش على كل ده وربنا مدينا عشان ندي يعني، ما هو الناس دي محتاجه، وده رصيد يعني، رصيد سواء في الارض او فوق بقى يعني مش عارف، لكن على قد ما اقدر طبعا. ما تقولش يعني ما تكبرش الموضوع يعني، احنا بندي فتات من اللي هو بيديهولنا يعني. ابنك برضو ما شاء الله ماشي على نفس الضرب، هل ده كمل لسرقه ابوه؟ هو الحقيقه احسن مني كمان، لان هو ابتدى وراح فرنسا وراح عمل حاجات يعني، انا درست في فرنسا وهو راح درس في فرنسا، بس اخذ تخصصات كويسه وماشي يعني على سنه، ماشي اسرع مني بسبع ثمان سنين. دكتور ماجد يعني في نهايه لقائي معاك، وانا مش عايز اعطلك، عيادتك ما شاء الله مزدحمه جدا بره، لكن حبيت اسالك سؤال، ايه الرساله اللي انت عاوز تقولها النهارده للبشريه كلها؟ يعني الحقيقه انا حابب بس افهم الناس يعني انه اي ابتلاء ربنا بيديه لحد بيبقى لخيره، مش فيش شر يعني، يعني ربنا ما بيجيبش شر، والخير ده لازم احنا نعرف ان هو ربنا بيعمل بس خير، ما بيعملش حاجه تانية، وفي رحمه. فيعني لو عي لو مرض ما يسلمش نمره، يبقى عارف ان ده اكيد هيطلع منه خير. ايه هو؟ كل واحد فينا هيعرف القصه دي. فانا انصح ان اي حد يجيله اي ابتلاء واي حاجه وحشه ما يسلمش.